السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل إن شاء الله الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة عشر من كورس قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت أكسس 2010 تكلمنا في الجزء اللي فات عن تابع التقارير شفنا إزاي نربط التقرير بالنموذج وبالأكواد وبالمقر النهاردة هنتكلم عن البيانات الخارجية external database وبتنقسم إلى قسمين الاستيراد والتصدير import and export هنتكلم في الجزء ده عن التصدير export عندي قاعدة بيانات أنا جهزتها من كله يعني وهشرح لك إزاي أنا عملت الكلام ده ركز معايا كويس ده عندي جدول اسمه إكسبورت في ثلاث حقول بثلاث أنواع من البيانات فيلد 1 field 2 field 3 string يعني text نص number date and time طيب ممتاز نخلي بس date and time الفورمات بتاعته هنخليها ايه شورت ديت بالشكل ده طيب ممتاز وعندي التي نيم ده في اسماء الجداول يعني عندي جدول اسمه اكسبورت حاطط اسمه اكسبورت عندي جدول تاني بحط اسمه وهكذا طيب ممتاز وعندي نموذج اسمه تو اكسل او اسمه اكسبورت ايا يعني يكن نسميه اكسبورت تمام النموذج ده من تصميم الأستاذ أحمد مرسي جزاه الله خيرًا بس أنا عدلت عليه وطورته وجعلته للتصدير فقط وهعمل واحد تاني للإستيراد وممكن تدمج الاتنين في بعض في أيقونة واحدة يعني كله لعب بالأكواد عامة الفكرة اللي أنا عملتها كالآتي هنا بتحدد الجداول اللي أنت عايز تصدرها الجدول الهدف ده اللي أنت عايز تصدره اكسبورت بتحدد المجلد اللي انت عايز تحفظ فيه التقر... التصدير بتاعك وليكن مثلا انا هحفظه في المحاضرة 14 بتاعتي في المكان ده او مثلا في البيئات الخارجية بقول له هنا ايه؟ اوكي راح اداني المسار بتاعي بس تلاحظ حاجة معينة ايه هي؟ اضاف لك كلمة اكسبورت في الاخر طب ليه اضاف كلمة اكسبورت؟ لانه ده اسم الجدول عشان لو انت هتصدر اكتر من جدول مختلف كل جدول ياخد الاسم بتاعه. والجدول جدول ياخد ايه ياخد الاسم بتاعه طيب ممتاز هنا طبعا تصدير الى ملف اكسل هي مش ملف اكسل يعني المفروض تكون تصدير او صدر وانت تختار الصيغه اللي انت عايزها تعال نشوف الصيغ المتاحه عندي اهو تصدير فهنا قال لك لو عايز بي دي اف دوس يس yes. لو عايز تكست دوس نو no. لو عايز اكسل دوس كانسل فانا هقوله طبعا الكلام ده ممكن يتغير ده الكلام ده بس عشان اوريك انك ممكن تعمل الكلام ده باكتر من صيغه هي ليها اكتر من حل وليها اكتر من قيمه انت ممكن تحط قائمه منسدلة جنب الجدول وتقول له الصيغه مثلا بي دي اف ولا اكسل ولا كذا ولو كانت كذا تبقى يصدر كذا ففيها اكتر من فكره واكتر من طريقه بس انا اخترت الطريقه دي لو عايز بي دي اف دوس يس yes. لو عايز تكست اللي هي ملف نصي دوس نو no اللي هي المفكره لو عايز اكسل دوس كانسل تعال نشوف الاكسل الاول هدوس له كانسل كده صدر الملف اروح افتح التصدير الجدول واحد معايا اهو اسمه اكسبورت دوت إكسل ده اللي تم تصديره اهو ادي الحقل الاول وادي الحقل الثاني وادي الحقل الثالث وكل البيانات كامله وزي الفل وادي الشيت اسمه export طيب ممتاز جدا طيب تعالى كده نشوف لا انا مش عايز بقى اكسل ده انا عايز بي دي اف فهختار ايه هختار يس yes. تم التصدير بي دي اف بس واضح انه صدر فين لحظه نشوف التصدير راح فين بي دي اف ما صدرش بي دي اف طيب ماشي هنسيب البي آه دي اف هنخلينا في التكست هقول نو تكست نشوف التكست اه واضح ان هو لغة التصدير علشان خاطر اسم الملف الموجود سابقا فانا هقول له ان ده اسمه اكسبورت تو وتعالى نصدر بي دي اف تاني هقول له يس صدر كده بي دي اف اهو ده ملف بي دي اف طبعا الصيغة عفوا انا هنسيت اكتب الصيغة دوت بي دي اف اهو ده الملف بتاعي اكسبورت وده التاريخ وادي الحقوق بتاعتي بتاعت التصدير وشغالة زي مفيش اي مشكلة طيب آه تعالى نصدر تكست هقول له نو no. هيصدر تكست صدر تكست اهو اكسبورت تي اكس ادي الحقل الاول وادي الحقل التاني والحقل التالت وفاصل ما بينهم علامه ايه علامه الكوم الاصفار دي عشان التاريخ واخد آه في المفكره بيظهر لي بالصيغه الكامله بيظهر لي ايه بالصيغه الكامله يبقى يعني انا صدرت بالثلاث صيغ بدون ادنى مشكله طيب ممتاز ازاي انا عملت الكلام ده دلوقتي الكلام ده كله معمول بالاكواد خد بالك ان الكلام ده كله معمول بالاكواد انا شرحت لك الفكره شغاله ازاي تعال دلوقتي نطبق الفكره عملي الكلام ده كله معمول بمين بالاكواد تعال الاول نشتغل بالطرق اليدويه الطرق العاديه أ ب تصدير ركز معايا الف ب تصدير الف ب تصدير واحد مبتدئ ما يعرفش اي يعني يعرف في الاكس انه عمل شويه جداول ولا شويه نماذج والكلام ده يعني ما عملش اي ايه اي حاجات ابداعيه يعني مثلا ما خلفش الخلفيه ما خلاش الاكسس عباره عن نماذج بس والمستخدم بيست... بيتحكم في النماذج مش بيشوف الجداول والاكسس تماما فده شغل مرحله ثانيه لكن لا هو عنده شايف كل حاجه وبيتحكم في كل حاجه يعني هو ممكن يروح يفتح الاكسبورت ويدخل بيت من الجدول احنا قلنا الكلام ده غلط بس هنفترض إنه هو شغال كده واحد شغال الف ب تصدير او الف ب اكسس عايز يصدر عندك اكتر من طريقه للتصدير الاسهل والايسر كليك يمين على الجدول وتقول له اكسبورت تصدير وتختار الصيغه ايه الصيغه اللي انت عايز تصدر عايز تصدر اكسل ادي الاكسل حدد لي المكان اللي انت عايز تصدر فيه براوز ديسك توب قواعد البيانات محاضره 14 فين 14 اهو البيانات الخارجيه مثلا وادي التقرير بتاعي اسمه اكسبورت ده اكسبورت 2 واقول له سيف عايز الصيغه بتاعت الاكسل تكون ايه اكس اس اكس تشتغل على 2010 2016 2013 ولا عايزها من نوع باينري او بيناري عفوا اللي هو ايه اللي هو آه يعني ثنائي تمام بحيث انه لو في بيانات كتيره الاكسل يستحملها اكسل اس بي ولا عايزها تشتغل على اوفيس من 5 اكسل من 5 لغايه 95 تبقى اكسل اس او من 97 ل 93 تبقى اكسل اس تمام انا هقول له لا خليني زي ما انا اكسل اس 6 بيقول لي ان اكسبورت داتا ويز فورمات فورماتنج اند لي اوت يعني عايز تصدر البيانات بالتنسيق والتخطيط يعني ايه التنسيق والتخطيط يعني لو الجدول الحقل بتاعه واسع هيتصدر واسع طب السجلات لونها احمر هتبقى لونها احمر معموله بولد هتبقى معموله بولد وهكذا انا مش عايز مش عايز دي طب بس لو انا اخترتها هتتنشط معايا open the destination file after the export operation is complete يعني افتح وجهه الملف بعد تصدير بعد اكتمال عمليه التصدير يعني بعد ما يخلص تصدير افتح لي ملف الاكسل اللي اتصدر انا مش عايز الاثنين دول هقول له اوكي قال لي هنا ايه تم التصدير بنجاح سكسسفول اكسبورت اه اكسبورتد اكسبورت هروح اشوف التقرير او التصدير اهو شغال معايا بدون ادنى مشكله وشغال زي الفل طيب ده اكسل عايز تصدر اي صيغه تانية برضو كليك يمين اكسبورت عندك اه وورد ار تي اف عندك اكس بي اس او بي دي اف عندك اكسس عندك تكست عندك اكس ام ال عندك صيغ كتيره جدا عندك صيغ كتيره جدا طيب ممتاز ده بالنسبه لمين للاكسبورت بكليك يمين كله ينطبق على نفس الشرح الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه من اكسترنال داتا نفس القصه عندك تو جروبس امبورت اند لينك استيراد وربط اكسبورت يعني تصدير الاكسبورت انت عايز اكسل اهو لا عايز تكست اهي تمام وتقول له هنا ايه؟ اه اوكي بيقول لك الملف موجود عايز تبدله اقول له نو no. فانت ممكن تخليها اك تو اكسبورت وتقول له اوكي هيقول لك اه هتظهر معاك بالشكل ده لو ممكن تقول له ممكن تقول له ديليميتد طبعا احنا بنختار ديليميتد عشان تظهر معايا بالشكل ده ممكن تختار ادفانسد وبدل علامة السيمي كولون تغيرها تخليها مثلا مسافة او تاب زي ما انت عايز يعني ممكن تقول له اوكي فاصبحت عبارة عن مسافات. ممكن نغيرها نخليها بدل مسافه نخليها مثلا تاب ونقول له اوكي هتبقى معايا بالشكل ده يعني بص العمليه فيها سعه شويه ممكن تخليها كومه واحده هنخليها دبل كوتيشن ونقول له ايه ونقول له اوكي تبقى معايا بالشكل ده واقول له نيكست طبعا هنا ايه قال لك سيمي كولون ولا عايزه كومه ولا سبيس نفس القصه ولا عايزها تاب ولا أزر أزر ممكن اعمل له كده تبقى بالشكل ده ممكن اديله هون ما فيش مسافات لا ما فيش مسافات السبيس معمول ممكن تعملوا العلامه دي تمام بحيث ان ايه تبقى بالشكل ده ممكن تخليها ايه كوما او سيمي كولون هنخليها سيمي كولون واقول له نيكست وفينش تم التصدير بنجاح اهو تو اكسبورت تكست بالسيمي كولون وشغاله وزي الفل طيب ممتاز يبقى احنا عرفنا عندي تو جروبس واحده للتصدير واحدة للاستيراد والربط طيب ممتاز جدا في عندنا في مور عندك حاجة اسمها ايه او دي بي وعندك هنا برضو في مور حاجة اسمها فين لا اهي اسمها او دي بي سي دي يا باشا معناها ايه معناها انك هتربط او هتستورد او هتصدر جدول من قاعدة البيانات لقاعدة بيانات اخرى تعتمد على اتصال اسمه او دي بي سي طبعا ده اختصار لجمل لكلمه يعني بس انا مش فاكرها تمام فدي ربط فاكر لما قلت لك ان الاكسس اخره 2 جيجا بايت في البيانات هتقول طب الله طب ده انا اخدت خلصتهم انا خلصتهم خلاص كده شغلي باظ هتوقف في الاكسس اقول لك لا ممكن ترقي ترقي ازاي هتروح تدخل على اس كيو ال سيرفر هترفع قاعده البيانات لاس كيو سيرفر يعني الجداول دي تتحول الى اس كيو سيرفر فعندك قاعده بتبقى حجمها اكبر وتقدر تشتغل عليها اسرع من الاول كمان وبشكل اعمق يعني ممكن نشوف الخاصيه دي فيما بعد ان شاء الله المهم كده احنا اتكلمنا بشكل مبسط جدا عن عمليه التصدير وعن انواع عمليه التصدير والكلام ده كله طيب ممتاز تعالى بقى اعمل لي ايه التصدير بالماكرو اهو جدول آه نموذج عفوا ودي ايقونه فهقول لك بلاش دي خلينا هنا وده هو زر تاني وهنسميه تصدير بالماكرو تصدير ماكرو طيب اون كليك طبعا الماكرو للاسف يعني مش هينفع اربطه بمين بالمجلد والاسم الجدول والكلام ده كله لازم الماكرو يشتغل يعني يدوي يشتغل ايه يشتغل يدوي فانا اقول له ماكرو بيلدر وهنا هقول له ايه اكسبورت ويز اوت فورمات فين هي اكسبورت ويز اوت فورماتنج نوع الاوبجكت الكائن اللي انت عايز تصدره جدول ولا نموذج ولا استعلام ولا اي ايه اللي انت عايزه قول لا جدول طب اسم الجدول ايه هقول له اكسبورت اسم الجدول بتاعي اكسبورت فانا بختار هنا الجدول بايدي عكس الاكواد اوتبوت فوربات الصغر اللي انت عايزها عايز اكسل ولا بي دي اف ولا ريتش ولا اكس بي اس زي ما انت عايز كل الصيغ متوفره فانت ممكن تختار اكسل لل6 وممكن تسيبها فاضيه وهو هيسالك عايز تصدر لايه الاوتبوت فايل ممكن تحط هنا المسار اللي انت عايز تحفظه ممكن تسيبه فاضي اوتو ستارت يعني يشتغل بعد ما يتصدر تلقائي الملف اللي هيتصدر ممكن تسيبها فاضيه يعني ما تشتغلش تمام encoding دي لو انت ايه لو انت هتاخد مثلا بي دي اف فهتلاقي الانكودنج هنا طب نختار تكست اهي فالانكودنج يعني تشفير يعني عشان ما يظهرلكش الكلام متلخبط فاحنا ايه مش عايزين الكلام ده مش عايزين ايه مش عايزين الكلام ده كواليتي اوت اه او بوت كواليتي جوده الخروج يعني برنت يعني تكون جوده عاليه قابله للطباعه ده شكل التصدير لاي صيغه بالماكرو أقول له يس، تعالى نشوف كده تصدير ماكرو، بص كده، قال لي عايز أي صيغة أنت عايز تصدر لها، أقول له أنا عايز البي دي إف، وأقول له أوكي، قال لي فين المكان اللي عايز تصدر له؟ هقول له المكان ده خليني إكسبورت تو، وأقول له إيه؟ طبعًا هنا مفيش غير البي دي إف، وأقول له إيه؟ لو علمت أوتو ستارت هيشتغل بعد التصدير، أقول له أوكي، تم التصدير بنجاح هتلاقي الإكسبورت تو شغالة وزي الفل، بدون أدنى مشاكل، كده أنا صدرت بالإكس بالماكرو لأكثر من صيغة. لأكتر من صيغة بضغطة زر وكمان حفظت في المكان اللي أنا عايزه ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للماكرو طيب حلو خالص يبقى احنا كده اتعلمنا الماكرو ده أول شيء وتعلمنا إيه الطرق اليدوية تعال ندخل بقى على مين؟ تعال ندخل على الأكوات. إيه الأكواد تعال نشرح من الأول خالص create form وعندي هنا كومبو بوكس اسمها <applause> تيبل اختار جدول واسماء الجدول بتاعتي مصدرها من التي نيم اهو لما اعمل رن هيظل كل اسماء الجدول بتاعتي close ودي هسميها ايه هسميها تيبل نيم او اي اسم براحتك يعني ممتاز بعد كده عندي تكست بوكس وهسميه هنا يور path يعني المسار بتاعك وهسميه هنا ايه؟ path name او نسميه باث فقط وعندي هنا زر هنسميه export بالشكل البسيط ده اول حاجه عايز اعملها هنحفظ الكلام ده ونسميها ايه هنسميها VBA Export ونخليها بوب ونخليها وننسقها كمان تنسيقات كده عايزين النافيجيشن والسلكتور والحاجات دي نشيلها كده زي الفل والبيكتيب تيبل دي نديها فورماتها حلوه كده نقول له مثلا خلينا في اللون ده واديني باك جراوند وليكن مثلا اللون ده مش عارف ايه الالوان الغريبة اللي انا بختارها دي بس مش مشكلة استحملونا شوية هنا 24 تمام كده حلو خالص تمام وهنا دي كوبي بيست بالشكل ده طيب ممتاز جدا ودي نصغرها بدل ما احليها نخليها 8 حلو خالص طيب ونديها آه ماشي بلاك حلو البلاك كده زي الفل خليها تسعة. طيب كده جميل جدا يبقى دي عندي اسمها باث ودي عندي اسمها أه... طبعا دي كومبو احنا اخترنا دي ايه نسينا نسمي دي دي نسميها ايه تيبل نيم دي اسمها table نيم دي اسمها باث كده زي الفل طيب حفظنا الجدول ال 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 النموذج وشغل ده النموذج بتاعي وده اسم الجدول بتاعي زي الفل دلوقتي انا عايز اول ما اضغط كليك هنا تمام آه يظهر لي ايه يظهر لي الباث بتاعي تعال ننسخ الكود ونلصقه بسرعه من النموذج الجاهز بتاعي اهو انا كنت بدوس على الزر ده كنت باخد الكود ده كود بسيط وسهل وهنعدل عليه وهوريك هوريك ازاي بتعدل عليه احنا في الفي بي اي اهو اقول اون كليك كود بيلدر بيست حاجز متغير اسمه اي كاونت نوعه لونج يعني رقم جيت فولدر نيم بتساوي في بي في بي يعني بتفضيها بتفضيها من اي حاجه مختارها الجيت فولدر نيم دي يعني كلمه محجوزه للحاجه اسمها الام اس او فايل دايالوج فولدر بيكر تمام بعد كده عندي الوظيفه دي اللي هي الفايل دايالوج اللي هي المربع الحواري ليها أكتر من من متغير حاجة أو ليها أكتر من إضافة حاجة اسمها إنتيال فايل نيم وحاجة اسمها شو عشان تظهر طيب دول افتراضي بيتكتبوا تلقائيًا أو يعني دول أساسيين بيتكتبوا بعد كده فور فور أي كاونت يعني دالة دالة لوب تمام حلقة تكرارية بتساوي واحد دوت سيلكت سيلكتد ايتمز كاونت يعني هنا بيعدل لك الحاجات اللي أنت إيه حددتها واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا كله بس عشان ايه عشان اعرف كام حاجه تم تحديدها بس احنا هي بتحدد حاجه واحده بس وبعد كده بقول له نيكست واند ده بالنسبه للكود بتاعي البسيط جدا بالشكل ده طيب مي دوت تكست فايل نيم طبعا هنا ما عنديش حاجه اسمها تكست فايل نيم انا عندي مي دوت باث المسار المسار بتاعي بيساوي جيت فولدر نيم اللي هي اللي احنا اخترناها دي اللي هو المسار اللي هيجي واند المسار بيجي من غير العلامه دي فانا هضيف له العلامه دي واسم الجدول مي دوت تيبل نيم يبقى انا هضيف له العلامه دي وخد بالك لازم تكون علامتين تنصيص بعد علامه الان وبعد كده علامه الان تاني واسم الجدول يعني الكلام ده؟ يعني بص معايا الجيت فولدر نيم جابت لي مسار يعني مثلا السي او الدي او الاي e في مجلد كذا في مكان كذا وهكذا بعدين هتحط ال الشرطه المايله دي الباكورد ال سلاش هتحطها في اخر المسار وهتضيف لهم اسم الجدول اللي هو منين من القائمه المنسدله اللي انا اخترته حلو خالص بس كده يبقى المينوت باث بيساوي ايه بيساوي الكلام ده طيب ممتاز تعالى كده نشوفها نجربها على اخترت اكسبورت كانوت فايندز اوبجكت تيبل نيم لحظات اه انا عامل اون كليك اديني تيبل نيم عفوا اهو تمام شوف اول ما ضغطت هنا variable not defined ال get folder دي. ليه بقى not defined تعال نتعرف ليه دي مش متعرفه <applause> هنا في الايفنت في النموذج نشوف هنا ممكن يكون معمول حاجه قبلها طبعا لازم يكون عندي متعرف حاجه اسمها مايكروسوفت اوفيس 14 اوبجكت لايبراري لازم الاضافه دي تكون متعرفه وبرضو الاضافه اللي هي اكس 14 اوبجكت لايبراري لازم الاضافتين دول يكون ايه يكونوا موجودين عندي طيب تعالى نشوف الجيت فولدر نيم هنا مش شغاله ليه رغم انها شغاله بدون ادنى مشاكل اه عشان اكيد الاوبشن اكسبلست لان ده متغير واحنا مش معرفناهوش كده شغاله زي الفل تمام اهو بختار المكان وبقول له اوكي بص اللي حصل جاب لي اسم ال جاب لي اسم المكان اي كورس قواعد بيانات وحط لي اسم الشرطه المايله وبكده حط لي مين اسم الجدول طبعا انت ممكن تحطها على زر تحطها براحتك يعني يبقى احنا كده خلصنا من اول نقطه تعالى نخش على النقطه الثانيه اللي هي ايه الاكسبورت بس طبعا المفروض انا اعمل دي لوكد علشان ايه ما يحصلش ايرور لانه بص كده طبعا انا كل شويه هتجي لي زي كده لو انا دي فاضيه وضغطت هنا وقلت له اوكي فشوف جاب لي ايه بص انتهى علامة السلاش بس ما جابليش مين ما جابليش اسم مين اسم التيبل ال... بتاعي فانا عايز اعمل بعد التحديث انه دي تعمل ايه يتلغي الكلام بتاعها ده فانا هعمل دي لوك دي وهنا اقول له ايه افتر update مي دوت باث بتساوي فولس بس طبعا المفروض ان انا اقول له ايه اقول له لو كانت التيبل نيم فاضيه والكلام ده كله يعني عامه او ممكن انت تحطها هنا هتقول له اف لو كانت التيبل نيم بتساوي نل له اختار الجدول يعني هنا نقول له ايه if is null me dot table name then message box اختر جدول تمام بعد كده ايه else ويعمل الكلام ده كله واند اف عادي جدا تمام يبقى احنا خلاص مش محتاجين ايه مش محتاجين نعمل اه, آه طبعا احنا عملناها هنا لوكت يبقى خلاص مش محتاجين دي يبقى احنا كده عملناها ايه بإف الأولانية هنا مفيش اهو اضغط كده قال لي ايه اختر جدول كل ما اعمل كده اقول ايه اختر جدول بس احنا قفلناها نرجع نفتحها تاني ممتاز اهو انسحها اضغط مفيش قال لي اختار جدول طيب اخترت الجدول شغاله معايا زي الفل تمام كده تمام تعال ندخل على بقى على مين على الاكسبورت هي الاكسبورت ببساطه جدا كودها كالاتي بس انا هكتب لك الكود يدوي بعد كده هقول لك الكود الـ الـ الكل يعمل ازاي دو سي ام دي دوت يعني ابعت او ارسل ملف اكسل عايز اكسبورت ولا امبورت ولا لينك هتصدر ولا تستورد ولا تربط لا هصدر اكسبورت يعني تصدير كوما هنا السبريد شيت لو عملت له 12 هيصدرك لك بصيغه اكس ال اس او 12 اكس ام ال 3 بصيغه معينه اللي هم اوفيس 2007 و2008 و2009 والحاجات دي يعني بغض الارقام بغض النظر عن الارقام اللي انا قلتها دي انا هسيبها فاضيه ليه عشان تتبعت آه تتبعت بصيغه 2010 عملت الكومة الثانية قال لي التيبل نيم اسم الجدول بتاعك ايه؟ هقول له مي دوت تيبل نيم ده الاسم الجدول بتاعي طيب افرض واحد يقول لك لا انا مش عايز اعمل جدول والكلام ده كله خلاص يبقى انت هنا دبل كوتيشن واكتب اسم الجدول يدوي او اسم الاستعلام يدوي يدوي لو انت ايه حاجه معينه انت هتصدرها في كل مره هي هي مفيش غيرها اعملها يدوي تمام بدل من انك تعمل قائمه والكلام ده كله بس انا طبعا عشان اعملها قائمه انا يعني مطور في الموضوع اكتر من من اللزوم يعني طيب file name اسم الملف او المسار اللي هيتبعت ليه الملف اسم المسار اللي هيتبعت ليه الملف me.path ده المسار has field names يعني انت عايز تصدر الجدول باسماء الحقول بتاعته اللي هي كلمة field 1 field 2 field field3 هقول له ترو رينج لو انت عايز توديها في الاكسل في مكان محدد هقول له مثلا في الرينج من A1 ل A15 من A1 ل A مثلا كذا او يعني رينج معين في الاكسل انا مش عايز الرينج لانه ممكن بيت تزيد مني فانا مش عارف قد ايه فانا هسيبها ايه بالشكل ده طيب ده كده امر التصدير ببساطه جدا امر التصدير ببساطه جدا هقول له هنا اكسبورت تعال نشوف كده طبعا هنا ايه هنمسح الكلام ده كله هو المفروض عند ايه عند كورس قواعد البيانات المفروض صدر بره خالص اهو شوف ظهر هنا طبعاً انا همسح دي كده وهغير مصدر ال هنغير الخلية في المحاضرة 14 في البيانات الخارجية في التصدير شوف هو ده لغاية فين في التصدير اضغط كده آه. ادي كورس قواعد البيانات ادي المحاضرة 14 ادي خارجية ادي تصدير واقول له اوكي جابها لي بالكامل واقول له ايه اكسبورت صدر لي كده ادي يا باشا التصدير بتاعك زي الفل ما فيهوش غلطه ده اللي هو الحاجه البدائيه جدا بدون اي مع... تعقيدات تمام دي بدون اي تعقيدات تعالى دلوقتي ايه نشوف التعقيدات يعني انا مش هسميها تعقيدات عشان ايه الناس ما, ما... يعني ما تشمئزش من الكلمه هي ما اسمهاش تعقيدات هي اسمها تطويرات يعني موضوع ايه الموضوع آه مطور آه اكتر من كده طيب تعالى كده نفتح النموذج الاولاني ونشوف زر التصدير ده معمول في ايه امر بسيط خالص ما فيهوش اي مشاكل ولا اي حاجه ما تستغربش من من انه كبير بس تعالى ايه ركز معايا كده واحده واحده وان شاء الله كل الامور توضح وتبقى سهله وبسطه خالص ادي الامر بتاعي ده الامر اللي هو العادي صح ده الامر العادي اللي احنا ايه شغالين بيه لا انسى الامر ده خلاص انت عرفته دلوقتي ودينا معاك زي الفل طيب كنترول في تعال نتعلم الامر ده دلوقتي انت عرفت هنا حجزت متغير اف اس او من النوع فايل System Object وحجزت الام اس جي ك نص وقلت له وقلت له ايه ام اس جي بتساوي هتساوي ايه هتساوي مسج بوكس وقلت له هنا بي دي اف بتساوي يس yes. تمام والتكست بتساوي نو no. يعني اي كلام انا كتبته واخترت النوع ايه في بي يس نو كانسل لو تفتكر اللي هي داله select كيس ممكن تستخدمها هنا بدل داله اف ودي بتكون افضل يعني لو انت استخدمت select كيس بتكون افضل في في الحاله دي بس انا استخدمت ايه استخدمت داله اف بقول له هنا اف ان زد me.txt طبعا ما عنديش حاجه اسمها txt file name هعدلها me.path يعني بقول له ايه لو المسار بتاعي فاضي لو المسار بتاعي فاضي then لم تقم باختيار اي ملف طبعا انت بدل ما تستخدم ان زد والكلام ده كله لا انت ممكن تقول له ايه تقول له f is null is null مي دوت باث بدل ده كله هتقول له ايه؟ اف از نل لو مي دوت باث دي فاضيه هتقول له لم تقم باختيار اي ملف تمام او هتقول له او لو لم تقم بتحديد المسار او لم تقم بتحديد المسار تمام؟ لم تقم بتحديد المسار طيب اكزت sub وممكن آه برضو ممكن نقول له هنا or آه و if is null me.tableName والكلام ده كله ممكن تضيفها برضو لو انت حابب يعني فانا اقول لم تقم بتحديد المسار طب حلو بعد كده بقول له if if exists. exists يعني لو كان الملف موجود طبعا هنا برضو اصبح اسمها me.path لو كان الملف موجود بس خد بالك انا عاملها بانتهاء xlsx 6 لو كان الملف موجود بس طبعا هنا ايه المفروض دي كانسل وهنا ايه تبقى في الاخر يعني else بالشكل ده ممكن نخليها else f وننهي ب واحدة زي كده طب يبقى هنا اقول له ايه اف لو المسج اللي هي الرساله اللي انا كاتبها فوق دي بتساوي في بي كانسل اهو الكانسل للاكسل هتروح مصدر لي شوف ده امر التصدير لمين للاكسل اهو سبريد شيت اللي احنا كتبناه من شويه اللي هو العادي جدا ده اليدوي خالص ما فيهوش اي مشكله طيب ايلس اف طيب لو ما كانش ما كانش في بي كانسل لو كان في بي نو اللي هي نو no يبقى مين تكست لو كان في بي نو شوف بقى امر التصدير للتكست ترانسفير تكست اي <applause> اس سي اكسبورت تمام كوما آه كوما مي دوت تيبل نيم وبعد كده مي تكست فايل وبعد كده ايه بقول له اند دوت تي اكس تي علشان خاطر ايه آه هنا في, ال في في الجمله دي لازم يكون ينتهي بتي اكس تي اسم المين اسم الملف طيب بس طبعا هنا ايه مي دوت باث كل شويه ننساها مي دوت باث ناخدها نسخ كنترول سي كنترول في كنترول في وناخد دي كمان نسخ ونقول له دوت بي اف طيب حلو خالص حلو خالص يبقى انا كده قلت له إلس إف يعني لو كان في بي نو هتصدر لي تكست لو كان في بي إس هتصدر بي دي إف بس البي دي إف أمره مختلف شوية عن الـ عن الـ عن اللي فوق أمره دو سي إم دي دوت أوت بوت تو و سي أوت بوت تيبل اخترت نوع تيبل وبعد كده اسم الجدول أهو هكتبها لك كده عشان تشوفها دو سي إم دي دوت أوت بوت تو مسطرة عايز فورم ولا فانكشن ولا مديول ولا كويري ولا ريبورت طبعا أنا هقول له تيبل كومه قال لي ايه ال object name هقول له مي دوت تيبل قال لي طيب المسار الاوتبوت فورمات الاول هقول له ac سي فورمات بي دي اف تمام ac سي فورمات بي دي اف طيب كوما الاوت فايل مكان المكان اللي انا له اللي هو مين هقول له مي دوت باث دوت باث وهضيف له الاند دوت بي اف اللي هي الصيغه بتاعت الملف من الاخر من الخلاصه يعني طبعا اوتو ستارت لو قلت له يس هيبدا بعد ما يخلص والكلام ده كله بعد سنه مش عايز الكلام ده ده شكل ايه؟ شكل الامر بتاعي اللي احنا كتبناه بالاعلى طبعا آه ممكن بعد ما يخلص الكلام ده كله تقول له ايه؟ تم تصدير الملف يعني ممكن هتقول تقول له ايه؟ مسج آه بوكس تم تصدير الملف الى اكسل مسج بوكس تم تصدير ملف الجدول الى ملف اكسل تم تصدير الجدول الى ملف اكسل وممكن طبعا تضيف له المسار ويعني شغل كتير يعني بس احنا نكتفي بهذا الامر طبعا احنا قلنا لو كان الملف موجود هتقول له ايه الملف موجود بس دي المفروض تكون فوق ما تكونش تحت الصراحة يعني هي المفروض تكون فوق ما تكونش تحت لانه في البداية هنا لو كان الملف موجود هيقول لك الملف موجود بس احنا ممكن نستغنى عنها تماما اساسا مش عايزينها خالص اهو هي ممكن تكون هنا فوق بالاعلى خالص بحيث انه لو 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 ملف الاكسل موجود يقول لك والله ده الملف موجود تمام انا هرفع لكم طبعا قواعد البيانات بعد ما اخلص عشان تستفيد منها طيب ممتاز تعال نجرب الكلام ده ونشوف الحل ايه اللي هيحصل اهو اكسبورت بي دي اف يس تكست نو اكسل كانسل هقول له كانسل طب هتروح فين هتروح في آه التصدير كانسل لي تم تصدير جدول الملف اكسل تعال نشوف اتصدر ولا ما اتصدرش اتصدر اكسبورت دوت اكس اس اكس ممتاز طيب اكسبورت هقول له يس انا عايزها بي دي اف تم التصدير بي دي اف ممتاز وشغالة اهي طيب انا عايزة تكست تعال نشوف التكست كده اكسبورت نو تم التصدير تكست يبقى أنا كده صدرت بثلاث طرق تكست واكس ال اس اكس وبي دي اف بطريقه سهله وبسيطه جدا عن طريق استخدام اوامر الفي بي اي كده يكون انتهت حلقه التصدير الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله عن الاستيراد يعني العكس عايزين ناخد السجلات من هذه الملفات او من هذه الصيغ الى الجدول نقوم باضافتها الى مين الى الجدول شكرا لكم على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الملفات تكون مرفقه مع الحلقه